أهلا بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. حركة تمرد تؤكد دعمها للمشير السيسي في الانتخابات الرئاسية حال ترشحه. الجيش يعلن القبض على 37 من العناصر التكفيرية وحرق 21 منزل للإرهابيين في حملة أمنية بشمال سيناء. مجلس الوزراء يعتمد 35 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة لصرفها على مشروعات البنية التحتية. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين للتفاصيل، قال الفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة إن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرئاسة الجمهورية هو قرار شخصي سيحسمه وفقا لما يراه لصالح شعب مصر والوطن. وأوضح الفريق أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة شقيقة، وموقفها القوي والداعم بلا حدود لمصر خلال المرحلة المصيرية الحالية سياسيا واقتصاديا هو موقف تاريخي لن ينساه المصريون. وأضاف الفريق أن استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب كانت أمرا حتميا تفرضه المصلحة الوطنية وحماية البلاد، وتظل القوات المسلحة سندا للشعب والمواطنين في حماية الأمن القومي المصري ومجابهة كل التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية. داهمت قوات الأمن مناطق حي الطرابين وقرية الشلاق بمدينة الشيخ زويد خلال حملة أمنية. قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري إن الحملة أسفرت عن القبض على 37 من المشتبه في انتمائهم للعناصر التكفيرية الخطرة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية بقرية الشلاق وبحوزاته بندقية آلية و100 طلقة. كما أسفرت الحملة عن حرق 21 عشة وتدمير 23 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية والتي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ هجماتها على قوات الجيش والشرطة. مراسل المصري اليوم من شمال سيناء الأستاذ أحمد أبو دراع بينضم لنا على الهاتف في الحياة الآن. أستاذ أحمد برحب بيك، تفاصيل عندك تفضل. صباح اليوم تمكنت قوات الجيش والشرطة من القبض على 37 من المشتبه في انتمائهم للعناصر التكفيرية بمدينة الشيخ زويد. كانت هناك حملة أمنية تحركت باتجاه عدة قرى جنوب مدينة الشيخ زويد وتمكنت من القبض على 37 من المشتبه بهم، وعثرت على بندقية آلية وأربع خزن بنادق و100 طلقة عيار 7.62 من 100 بحي الطرابين بمدينة الشيخ زويد. كما تم حرق عدد 21 عشة تستخدمها العناصر المسلحة في الهجوم على المقرات الأمنية. تمام. أستاذ أحمد، بتعتقد أن أهل سيناء بدأوا يشعروا بالأمان في ظل الحالة الأمنية والنشاط الأمني المكثف اللي بتشهده محافظة شمال سيناء بشكل عام؟ إلى حد ما يعني بدأ مواطنين يعني سواء يعني خاصة سكان مدينة بير العابد والشيخ زويد ورفح والعريش بدأوا إلى حد ما في ظل الحملات الأمنية المتكررة ولا نقاط التفتيش الموجودة في الشوارع إلى حد ما بدأوا يحسوا يعني بالأمان خلال تلك الفترة. كيف استقبل أهالي شمال سيناء التصديق على حكم بالإعدام بخصوص المتهمين باقتحام قسم ثاني العريش؟ الحكم صدر منذ حوالي سنة ونصف بحق 14 حكم إعدام على 14 ومؤبد 4 والبراءة على 4 صدر منذ عام ونصف، واليوم تم التصديق عليه. يعني حتى الآن لا يعني لا توجد ردة فعل يعني اتجاه أهل سيناء على تصديق الحكم، لأنه الحكم تم التصديق عليه اليوم. تمام، علشان المعزول كان وعد قبل ذلك بالإفراج عنهم وتم تعديل المحاكم وتم إعادة محاكمتهم، ولكن تم التصديق على الحكم ظهر اليوم. وصلتني صورة كاملة، بشكرك أستاذ أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم بشمال سيناء. قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع شباب ثورتي يناير ويونيو إن الرئاسة لا تمنح صكوك ملكية، وأن الشعب هو المتحدث الرسمي الوحيد باسمه، وأنه لا توجد مكاسب محددة أو غنائم يمكن لأحد الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أنه لا مانع من مشاركة من لم يرتكب جرائم دم أو مال في النظامين السابقين في الحياة السياسية.
قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية إن الرئاسة بدأت من اليوم دراسة المقترحات التي وردت للرئاسة بشأن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أنه قد يتم تعديل مشروع القانون في ضوء المقترحات العملية المقدمة بما يتفق مع الدستور، موضحا أنه سيتم إرسال المشروع لمجلس الدولة لمراجعته فور انتهاء دراسة المقترحات وإضافة أي مواد، مؤكدا صدور القانون في صيغته النهائية قبل 18 فبراير. أعلن محمود بدر مؤسس حركة التمرد عن دعم الحركة للمشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة حال ترشحه، وأضاف خلال مؤتمر عام للحركة إن أعضاء الحركة فوجئوا بزملائهم حسن شاهين ومحمد عبد العزيز يدعمون حمدين صباحي للرئاسة، مؤكدا أنه لن يقبل أن يتداول وسائل الإعلام في أن هناك انشقاق في تمرد، لأن الحركة هي صوت الشعب المصري على حد تعبيره. قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سيفوز برئاسة الجمهورية من الجولة الأولى حال ترشحه، متوقعا أن يحصل على ما لا يقل عن 75% من أصوات الناخبين، مشددا على أن السيسي هو الشخص المناسب لقيادة مصر في المرحلة المقبلة. وأشار البدوي إلى أن جماعة الإخوان لن يكون لها مرشح صريح، ولكنها ستدعم مرشحا يكون متوافقا معها. بحث الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا ومناقشة الخروج من تلك الأزمات. وقال الأزهر الشريف في بيان رسمي له اليوم إن مصر تمر بمنعطف تاريخي نحو تحقيق أمنها واستقرارها والحفاظ على مكاسب ثورتها، وهذا السقف يجب أن تقف عنده كل منازع الفرقة والشتات. من جانبه أكد عمرو موسى أن الأزهر الشريف يمثل لمصر قيمة كبرى، مشددا على احترامه وتقديره للأزهر وشيخه ودعمه الكامل لمواقف الأزهر ودوره في نبذ العنف والإرهاب وإعلاء قيم الإسلام كمنبر للوسطية. قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن إجمالي الاستثمارات الحكومية 50 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، وأنه تم سحب 15 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، مما يعني أن هناك استثمارات عينية تمت على أرض الواقع. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الاستثمار عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية إلى اعتماد مبلغ 4.9 مليار دولار في الموازنة العامة كحزمة تمويلية ثانية. سعادة السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، سعادة السفير برحب بحضرتك معنا في الحياة الآن. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور. سعادة السفير، يعني عايزين نعرف من حضرتك حزمة التمويل الثانية التي سوف تقوم الحكومة بتمويلها علشان البنية التحتية، إيه المقصود بالبنية التحتية؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت هو ازاي منذ بعد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الذي انتهى بعد ظهر اليوم، صرح السيد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والقائم بأعمال وزارة التعاون الدولي أنه قد تم بالفعل الإعلان عن وتخصيص منحة خطة تحفيزية ثانية تبلغ 4.9 مليار دولار المعادل لحوالي 34 مليار جنيه مصري بهدف تنشيط الاقتصاد، منها 16 مليار جنيه ستكون مخصصة لاعتمادات الباب السادس للمشروعات الاستثمارية الحكومية، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء 50,000 وحدة سكنية. هذا بالطبع بجانب الخطة التحفيزية الأولى والتي بلغت 29.7 مليار جنيه، وتم حتى الآن استغلال أو إتاحة وتوفير وبالفعل صرف 15 مليار جنيه المعادل ل 30% من المبالغ المخصصة لهذه الاستثمارات. تمام سعادة السفير، يعني نتائج الجولة اللي قام بها رئيس الوزراء مؤخرا. الزيارة التي قام بها السيد رئيس الوزراء إلى السعودية، المملكة العربية السعودية الشقيقة، كانت زيارة هامة ومحورية ولها مغزى سياسي وهدف سياسي في الأساس، وهو التأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة بين القاهرة والرياض وتقديم كل العرفان والامتنان من جانب مصر إلى خادم الحرمين الشريفين والحكومة والشعب السعودي الشقيق على كل ما قدموه من دعم سياسي ومعنوي واقتصادي
لمصر في أعقاب ثورة 30 من يونيو. أيضا أجرى السيد رئيس الوزراء لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين السعوديين من ضمنهم صاحب السمو ولي العهد، وأيضا السادة الوزراء المصريون الذين رافقوا السيد رئيس الوزراء أجدوا لقاءات مع نظرائهم السعوديين، كما تم عقد اجتماع موسع مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لشرح مزايا المناخ الاستثماري في مصر والتأكيد على الإرادة السياسية لحل أي معوقات قد تقابل في مصر. بشكر حضرتك سعادة السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. أكدت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ضرورة وقف أي عنف ووقف الهجمات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي إرهابية بشكل فوري في مصر. ينضم لنا على الهاتف سعادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. سعادة السفير، الاتحاد الأوروبي طبعا بعد الترحيب بحضرتك بيعتبر أن هناك أعمال إرهابية يجب أن تتوقف بشكل فوري في مصر، كيف ترد حضرتك؟ لا، ده شيء طبيعي جدا طبعا أن يدرك الجانب الأوروبي أن هناك أعمال عنف وإرهاب يمارسها طرف معين وجماعات إرهابية محددة ترغب في النيل من مؤسسات الدولة من خلال الهجوم على أجهزة الأمن وعلى مديريات الأمن وأقسام الشرطة، فضلا عن أعمال الإرهاب الواسعة والتي تشهدها سيناء والتي تواجهها الدولة المصرية بكل حذر. فيعني هذا أمر طبيعي يعكس الواقع، وهذا هو ما يتعين على المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي. بس في ذات الوقت سعادة السفير، في ذات الوقت اسمح لي، هم بيناشدوا بحوار سياسي، يعني هناك شكل من أشكال التناقض فيما يبدو من البيان أو من التصريح، يعني حوار سياسي وفي الفقرة الأولى بيقولوا أعمال إرهابية، السؤال حوار سياسي مع مين؟ هذا هو السؤال الذي يجب توجيهه للجانب الأوروبي، وهو ما نقلناه مرارا لهم أن مسألة ما يسمى بالمصالحة هو أمر منوط بالمصريين فقط، وأن الدستور الجديد لا يقصي أحد على الإطلاق طالما التزم الجميع بالسلمية ونبذ العنف والإرهاب وغير ملاحق قضائيا. فهذا هو الأمر، هذا هو الشأن المصري، وأن الشعب المصري هو الذي أصبح يملك قراره. عايز أسأل حضرتك يعني بمنتهى الصراحة سعادة السفير، حضرتك بتشوف أن هذه البيانات أو هذه التصريحات هي دي باجة دبلوماسية بتقال، ولا المراد بها إيصال رسائل سياسية لصناع الأمر في مصر؟ يعني مرة أخرى هذه الأمور، طبعا الاتحاد الأوروبي شريك لمصر ونحن يعني حريصون على هذه الشراكة طالما هناك حرص مقابل من الجانب الأوروبي، ولكن في العديد من الأحيان كما في قرار الاتحاد البرلمان الأوروبي الذي صدر منذ عدة أيام، هذه المسائل يعني تكون محل مزايدات من جماعات وقوى سياسية مختلفة، وفي الكثير من الأحيان تخرج مثل هذه البيانات في صورة حلول وسط تتوافق عليها الدول الأعضاء أو المجموعات السياسية المختلفة كما في حالة البرلمان الأوروبي. يعني مش القصد منها الضغط بشكل ما على الحكومة المصرية؟ لا، لن تقبل الحكومة المصرية، لن تقبل تحت أي مبرر ولا تحت أي مسمى أي ضغوط من أي طرف أيا كان. الحكومة فقط تنصاع وتخضع لإرادة الشعب المصري. مفهوم. عايز أسأل حضرتك سعادة السفير، لا تؤثر على الإطلاق، ولكن من حرصنا في التواصل مع العالم الخارجي فنحن نستمر في شرح الحقائق وننقل واقع الأمور لعل وعسى الطرف الآخر يدرك ما يحدث على أرض الواقع. وعلى ذكر التواصل مع العالم الآخر، عايز أسأل حضرتك سعادة السفير عن النشاط اللي بتقوم بيه حاليا وزارة الخارجية ووزير الخارجية في الفترة الحالية، وكان في اجتماع يعني بشأن بالتحديد يمكن مشكلة إفريقيا الحاضرة حتى هذه اللحظة. صحيح، يعني أولا كما تعلم لسه وزير الخارجية عاد للتو من جولة أوروبية هامة في إيطاليا وألمانيا وهولندا، والآن في الفترة القادمة في العديد من الفعاليات والاجتماعات
الاجتماعات والجولات لكبار المسؤولين المصريين إلى إفريقيا، وده بيعكس الأولوية التي توليها الخارجية المصرية للعلاقات مع أفريقيا. ففي طبعا عندنا في قمتين في القريب العاجل في أفريقيا تتناول إحداها قضايا التجارة والاستثمار، وستكون هناك مشاركة مصرية رفيعة المستوى وبوفد كبير يضم ممثلين عن الوزارات المعنية والتجارة البينية وتعميق التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، فضلا عن الدور الهام للقطاع الخاص المصري. أيضا هناك قمة أوروبية أفريقية في إبريل القادم، ستشارك مصر أيضا بفعالية في هذه القمة، بالإضافة إلى الاجتماعات الخاصة. القمة الأوروبية الأفريقية، يعني هل الغرض من القمة الأوروبية الأفريقية حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي؟ موضوع سد النهضة طبعا الموقف المصري فيه واضح تماما، باب الحوار لم يغلق، وزير الموارد المائية متواجد في أديس أبابا للتباحث مع الجانب الأثيوبي حول الجوانب الفنية المرتبطة بهذا المشروع ومدى تأثيره على المصالح المصرية. أما على المستوى السياسي الرسمي، الموقف المصري واضح، هذه مسألة أمن قومي، لا تقبل على الإطلاق التنازل أو المساومة بأي حال من الأحوال، ومصر قادرة على حماية مصالحها وحقوقها التاريخية والقانونية في المياه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سعادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، شكرا على وجود حضرتك معنا في الحياة الآن، وشكرا على التفاصيل فيما يتعلق بالأزمة التي ربما قد تكون نشأت داخل حركة تمرد، هذه الحركة الشهيرة اللي كان لها دور فعال للوصول ل 30 يونيو وما نتج عنه بعد ذلك. معي على الهاتف الأستاذ محمود بدر، مؤسس حركة تمرد. أستاذ محمود، برحب بيك معنا في الحياة الآن. أهلا يا فندم، أهلا بيك، مرحبا. أستاذ محمود، يعني عايز أعرف أهم القرارات اللي خرجتم بيها النهاردة، وإيه موقف المعترضين على رأيكم فيما يتعلق بتأييد المرشح المشير عبد الفتاح السيسي؟ النهاردة أعتقد كل الكاميرات رصدت حضور كل المحافظات في حملة التمرد، كانت موجودين النهاردة وكانوا بيعلنوا عن رأيهم. النهاردة قرار صدر رسميا من الجمعية العمومية وهي السلطة الأعلى في الحركة بأنه تمرد تدعم الفريق أو المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. وكمان احنا لم نصدر على حق زملائنا اللي كانوا موجودين مع الأستاذ حمدين صباحي في المؤتمر، الزميل حسن والزميل محمد، وأنا طلبت من أعضاء الجمعية العمومية يعني إن هم ما ياخدوش قرارات، لأنه في النهاية كان الأزمة الحقيقية ما بيننا وما بين الزملاء إنه رأي الحركة اللي تم الاتفاق عليه ما أعلنش عنه، أعلنوا على الصفحة بأنه الموقف الرسمي للتمرد هو دعم الأستاذ حمدين مع أنهم كأفراد، لكن النهاردة واضح للناس كلها موقف الرسمي للحركة. كمان إحنا تكلمنا عن أنه الحركة من السطل دلوقتي رأي قواعدنا وأن إحنا هنحولها الحزب، على السطل منهم اسم الحزب وشكل الهيكل التنظيم اللي هم عايزينه، فإن شاء الله هتبقى والاسم المقترح منهم لعمل حزب سياسي، لأنه في النهاية إحنا كنا بننتقد أن الإخوان شغالة، ما إحناش عارفين جماعة ولا جمعية ولا حزب ولا إيه بالظبط، فلازم نعمل احنا كمان في اطار القانون، فدي هتبقى خطوتنا الجاي. انا بس اللي عايز اكد عليه، النهارده الجمعيه العموميه للتمرد اكدت يعني بانها حضرت وقراراتها انه لا يوجد انشقاق داخل حركه التمرد، واحنا اتفقنا انه الهدف الرئيسي اللي كان بيحصل خلال الايام اللي فاتت دي كلها ان هم كانوا بيحاولوا يظهروا وكان هناك انشقاق في الحركه وعايزين يضعفوها، لكن النهارده الجمعيه العموميه وحضورها اكد ان ما فيش انشقاق في الحركه. مين هم دول؟ مين هم اللي عايزين يظهروا ان في انشقاق في حركه التمرد؟ هو للاسف الشديد انا يعني اعتبت على زملائنا في التيار الشعبي، لكن احنا كمان خدنا قرار ان احنا هنوقف اي تصعيد اعلامي، لكن الحقيقه ان التيار الشعبي طبعا يعني لما استاذي وانا بطلب طلب عادل جدا وعاقل، هو ان زملائنا اعضاء المكاتب التنفيذيه للتيار الشعبي اللي كل شويه يطلعوا بيانات باسم تمرد يبطلوا. هو انت عضو في التيار الشعبي مالك ومال تمرد؟ النهارده من ضمن القرارات اللي خدناها انه لا يجوز لعضو من اعضائنا ان يكون منتمي للتيارين، ده حقنا ابسط حقوق. بالذات
بالذات ان احنا وصلنا لمفترق طرق، يعني قبل 30/6 كان التيار الشعبي وتمرد وكله يعمل على ازاحه هذا النظام، النهارده النظام بيضيح، وصلنا لمفترق طرق انه احنا بندعم المشير عبد الفتاح السيسي والتيار الشعبي طبعا هيدعم السيد حمدين صباح، يبقى ناسه اللي هو كان زرعهم عندنا او اللي كان مخليهم موجودين عندنا يتفضلوا ويبقوا موجودين بدل ما كل شويه يطلعوا كانوا مزروعين يعني كانوا مزروعين عندكم استاذ محمود بدر، ولا كان المساله متفقين على هدف وبعد كده نفترق؟ لا يعني هو دلوقتي احنا الهدف خلص من زمان، وبعدين احنا اختلفنا اكتر من مره بعد ذلك. الفكره ان انا كل يوم بلاقي اسماء طالعه لي من محافظات يقولوا ان هم في تمرد ويقولوا احنا مش عارف عملنا ايه في ثلاث محافظات تحديدا، واحنا رافضين مش عارف قرار ايه. فانا لما سالت المكاتب التنفيذيه بتاعتنا ففوجئت ان دول اعضاء في التيار الشعبي مش اعضاء في تمرد اصلا، فازاي انت بتطلع بيان باسم تمرد؟ كان جزء من الازمه اصلا ان زميلنا خالد القاضي كان المفروض انه مسؤول تنظيم عندنا وهو كمان عضو مكتب تنفيذي في التيار الشعبي، فطبعا ده اللي عمل الازمه دي كلها، لانه انت بتدخل تكتب ما يعني ما يتوافق مع هوى التيار الشعبي على صفحتنا الرسميه وبتقوله باعتباره راي الحركه. عشان كده احنا كمان من ضمن النهارده اعلنا ان الصفحه الرسميه الموجوده دلوقتي مش بتاعتنا، واللي معبر عننا فقط هو موقعنا الرسمي www.tamarud.net. وصلتني الصوره، وصلتني الصوره كامله. بشكرك استاذ محمود بدر مؤسس حركه تمرد. وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج وفقا لما التزمت به الحكومات السابقة على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع، كما تم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة وإعادة هيكلة لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة والتي بدأت منذ فترة وجيزة. قال حمدي كيرا أحد القيادات العمالية بشركة الغزل والنسيج بالمحلة إن العمال دخلوا في اعتصام مفتوح لحين صرف الأرباح السنوية المتأخرة التي كان من المقرر صرفها في ديسمبر الماضي بواقع شهرين بخلاف تطبيق الحد الأدنى للأجور، وطالب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة الآن بإعادة المهندس إبراهيم بدير المفوض العام للشركة السابق لإدارة شؤون الشركة بدلا من المفوض الحالي عبد الفتاح الزغبة، كما طالب كيرا بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة لتعنته في حل مشاكل العمال وتنفيذ مطالبهم على حد وصفه. وأشاد كيرا ببيان مجلس الوزراء وقرار صرف الأرباح السنوية مؤكدا أن الاعتصام مستمر لحين بدء صرف تلك الأرباح. واصل الأطباء اليوم إضرابهم بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة لليوم الثالث خلال شهر فبراير احتجاجا على استبدال مشروع كادر المهن الطبية بشقيه المالي والإداري بمجموعة من الحوافز والبدلات. قال الدكتور رشوان شعباني الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إن غرفة متابعة الإضراب بالنقابة رصدت نسبة المشاركة في الإضراب لافتا إلى أنها بلغت حوالي 50% من إجمالي 80% من محافظات الجمهورية، واختلفت النسبة بين 80% في بعض المحافظات وصفر في محافظات أخرى. أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، على الرغم من الإضراب الجزئي الذي قام به عدد من أعضاء نقابة الأطباء اليوم. وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن نسبة الإضراب الجزئي في بعض العيادات الخارجية بلغت 16% فقط. قالت الوزارة أن غرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة لم تتلقى أي شكوى حتى الآن تفيد بعدم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 194 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها وعدم حصولها على التراخيص، وذلك خلال 332 جولة ميدانية قامت بها الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة للوزارة خلال العام الماضي لمتابعة 61371 منشأة طبية باختلاف أنواعها والتأكد من صحة الاشتراطات الخاصة بها. وأضافت الوزارة أنها ألزمت المنشآت الطبية كافة بعدم استخدام أي خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية في أي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. وصل الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم في زيارة
التلبية لدعوة من وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي. تهدف هذه الزيارة إلى استكمال بحث النقاط العالقة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي والذي لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم في أوائل شهر يناير الماضي. أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن اللجنة المنوطة بالتفاوض مع وزارة المالية لبحث كيفية استرداد أموال التأمينات بعد تحديدها بقيمة 398.8 مليار جنيه لدى المالية و86 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومي ستبدأ التفاوض اعتبارا من 20 من شهر فبراير الجاري. أنه أسلوب إدارتي هيكون أنه كل ما يخص الجمعيات سوف تتخذ قراراته الجمعيات وليس الوزير، فدي أول حاجة. تاني حاجة أنه الحقيقة أنا اجتمعت بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أكثر من مرة واتفقنا على أنه جميع التوصيات المتعلقة بتنفيذ القانون الجديد، أولا استجبت لمستجيبين للطلب اللي بيطلبوه، الطلب الأول أنه القانون يصدر فورا، وهحاول في مجلس الوزراء ان انا اطلع القانون فورا علشان يتجاوب بالدستور الجديد. لكن بالنسبه للقرارات الوزاريه سوف يتم وضعها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام على طريق تنفيذ القانون. اعلنت الاداره العامه للبحوث بوزاره الداخليه عن بدء خدمه السداد الالكتروني لرسوم تراخيص السيارات والتي توفر لمالكيها امكانيه سداد كافه المستحقات اللازمه للحصول على الترخيص من ضرائب ورسوم التأمين الإجباري عبر منافذ شبكة فوري، وذلك للمدفوعات الإلكترونية في أي مكان، بحيث يتم الحصول على الترخيص خلال 48 ساعة من مدة السداد. في سياق متصل صرح اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور بأنه بإطلاق هذه الخدمة سيتمكن المواطن من استلام رخصة السيارة مباشرة من وحدة المرور للقيام بأية إجراءات مرورية أخرى سواء الفحص الفني أو غيرها. تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد ضباط وأفراد الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية. المتهم يدعى محمد إسلام محمد عبد الحفيظ 21 سنة موظف بالجمارك ومقيم بدائرة قسم شرطة مينيا البصل بالأسكندرية والقائم على صفحة بلاك بلوك ربعاوي التي تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ونشر بيانات ضباط وأمناء الشرطة، وبمواجهته اعترف بذلك واشتراكه في إنشاء 3 صفحات أخرى تتبنى تحريض أفراد الشرطة على الإضراب عن العمل. كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة بحوزة المتهم، وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها. قررت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل ضابط شرطة بمدينة الإسماعيلية إلى جلسة الأربعاء المقبل لسماع شهادة شهود الإثبات والنفي وشهادة الطب الشرعي. كانت مباحث الإسماعيلية تمكنت خلال شهر نوفمبر الماضي من القبض على 7 متهمين في حادث استشهاد النقيب أحمد رضوان أبو دومة بمدينة الإسماعيلية على يد إرهابيين، وذلك عقب إطلاق الرصاص الحي على النقيب الشهيد خلال تفقده للحالة الأمنية بالمدينة. لقى مصرعه متأثرا بتلقيه عدة رصاصات في منطقة القلب أودت بحياته خلال هجوم إرهابي لملثمين مجهولين بالرصاص الحي والمستقلين لدراجة نارية خلال تفقده للحالة الأمنية بالمدينة وفروا هاربين عقب الهجوم. أشكركم مشاهدين على متابعتكم لهذه الجولة الإخبارية من الحياة الآن والتي تأتيكم على الحياة 2. تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.